رسالة نصية منقولة عن مدرسة في سنغافورة وجهتها إلى أولياء التلاميذ. تقول الرسالة: أعزائي الآباء، إن امتحانات أبنائكم على وشك البدء، ونحن نعلم أنكم قلقون جدا بخصوص أداء أبنائكم، لكن تذكروا من فضلكم أنه بين هؤلاء التلاميذ الذين سيدخلون هذه الامتحانات هناك فنان ليس من الضروري أن يفهم الرياضيات، هناك مقاول ليس من الضروري أن يتقن التاريخ، هناك موسيقي ليس من الضروري أن يتفوق في الكيمياء، كما أن هناك رياضيا صحته الجسدية ولياقته البدنية أهم من علاماته في الفيزياء. إن حصل ابنكم على علامات عالية فذلك شيء عظيم، أما في حالة عدم حصوله عليها فلا تجعله محط سخرية ولا تجعله يفقد ثقته بنفسه وكرامته. هدئوا من روعكم واشرحوا لهم أن ذلك لا يتجاوز كونه امتحانا صغيرا وأن هناك أشياء أكثر أهمية في الحياة. قولوا لهم إنكم تحبونهم مهما كانت علاماتهم، ولن تصدروا أحكاما أبدا عليهم أو لا تصدروا أحكاما عليهم. طمنوهم من فضلكم، افعلوا هذه الأشياء وبعدها شاهدوا أبناءكم كيف يحققون نجاحاتهم. امتحان واحد وعلامة سيئة لن تسرق منهم أحلامهم ومواهبهم. رجاء لا تفكروا للحظة واحدة أن المهندسين والأطباء هم أسعد الناس على وجه الأرض، فلكل فرد أهميته، والناجح هو الذي يتقن عمله في مجاله أيا كان. تذكروا أخيرا أن السياسيين الذين يملؤون الشاشات ويحددون مصيرنا ومصيركم لم يكونوا يوما على درجة عالية من العلم. لا تظلموا أبناءكم فتظلم أمة أو تكسر أمة في بواكيرها. ألقاكم بعد الجنريك.